تلك الفترة ما زال ممكن أن هو ينقل لنا هذه التجربة والمأساة أيضا من خلال المحطة الصباحية. إليك يا عرين، يسعد صباحك. صباح الخير نورة، صباح الخير وخميس أيضا الصباح موصول لك وللسادة المشاهدين الكرام. بالفعل اليوم الذكرى 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي في 15 من رمضان تحديدا من شهر فبراير عام 1994، شهدت الخليل بهذا الحرم الإبراهيمي الشريف المقدس لدى المسلمين والعرب أجمع مجزرة بشعة تتوالى المجازر بحق أهلنا في الخليل وبحق الحرم الإبراهيمي الشريف منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، ولكن بأشكال مختلفة تعود الذكرى بكثير من الذكريات المؤلمة وأيضا ما يسترجعه بعض الشهود الناجين من المجزرة. في هذا الصباح سوف نستضيف وإياكم المصور الصحفي مأمون وزوز، وهو أحد الناجين من مجزرة الحرم الإبراهيمي، ليحدثنا كيف كانت المجزرة ووقعها على المصلين الذين استشهد منهم 29 مصلي فيما أصيب أكثر من 150 جريح. صباح الخير مأمون. الله يسعد صباحك. صباح الله. نعلم أن الخير شحيح منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي على المواطنين هنا في مدينة الخليل، ولكن ما الذي تذكره تحديدا من مجزرة الحرم الإبراهيمي، خاصة وأنك كنت أحد المصلين يوم المجزرة؟ يعني صراحة هيك حدث وهيك موقف ما فيهش نسيته منه، لازلت بستذكر أدق التفاصيل اللي صارت يوم المجزرة. يوم المجزرة دخلت متأخر للمسجد وكنت يفترض أصلي مباشرة محل ما كان إطلاق النار. كانت الطلقة الأولى يفترض تكون إما فيه أو حدا من اللي على اليمين أو على يساري، لكن في اللحظة الأخيرة نادى علي صديقي وقال لي أنه تم استبعاد النسوان لمنطقة تانية، فغيرت مكاني في اللحظة الأخيرة والحمد لله ما صابنيش إشي، لكن بستذكر كل شيء، بستذكر أنات الجرحى، بستذكر اللحظات الأخيرة لبعض الشهداء كانوا يستغيثوا، وكنت أنا شاب صغير ما قدرت أسوي إشي، يعني ما في إشي أسويه. يعني بستذكر أحد الشهداء كان ينادي علي يقول لي بدي أشرب، فبحكي له الدنيا رمضان يعني استشهد وأنا بطلع فيه. بستذكر طفل كان مصاب برجله، طفل صغير بجوز لا يتعدى 5-6 سنوات 7 سنوات هيك شيء، تم بحاولوا المصلين يحملون كسرت رجله نتيجة الطلقة المصاب فيها. بستذكر بركة الدماء اللي كانت موجودة، بستذكر كل تفاصيل التفاصيل اللي كانت موجودة، بستذكر رائحة الدم. كل ما بتجي ذكرى المجزرة أو بكون بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف وكأنه الحدث بصير اليوم قاعد. بستذكر المجزرة اللي كانت مدبرة وكانت بتخطيط مسبق وكانت بترتيب مسبق، والدليل على ذلك استمرار المجزرة خارج أسوار الحرم الإبراهيمي الشريف. بستذكر لما كان الجيش لاحقنا حتى وإحنا بندفن الشهداء وأطلق النار على العديد واستشهد العديد من الشباب على المقابر وبالقرب من المستشفيات وفي الشوارع وفي الأزقة. كانت مجزرة بكل معنى الكلمة مدبرة على أعلى المستويات. كيف كانت تفاصيل وجه المجرم المتطرف باروخ جولدشتاين حين أطلق النار؟ هل رأيته بأم عينك يوم المجزرة وهو يطلق النار ببزته العسكرية على المصلين؟ شوف، أنا دخلت زي ما حكيت لك متأخر، بدأ إطلاق النار، احتميت بالمقام الموجود، اطلعت من طرف المقام ما بين المقام والمنبر شفته بيطلق النار، الدم الموت بيطلع من عينيه، إنسان حاقد، إنسان جاي يجهز على كل اللي موجودين في الحرم، ما كان جاي يطلق النار ويعرف حاله أنه بده يموت. التطرف بيطلع من عينيه، الإرهابي بكل تكوينه بكل معنى الكلمة، وإنسان بكامل وعيه بيطلق النار بطريقة واضح أنه حدا مدرب، حدا عارف شو اللي بيسويه، مش زي ما بيدعوا أنه مجرد إنسان عنده حالة نفسية أو مريض نفسيا أو مجنون أو زي ما بيحكوا دكتور وحاصل على شهادة طب وكان لابس لبس وحامل ذخيرة تكفي للإجهاز على جميع المصلين. هذا كان تخطيط يعني واضح من السيناريو اللي كان موجود، هذا التخطيط على الإجهاز على الجميع دون استثناء. ولو بعرف اليهودي بعقيدته انه بده يدخل على اي مكان ويموت ما دخل.
هل هناك أثر نفسية لديك يعني من يوم المجزرة من 27 سنة لليوم؟ قديش كان عمرك لما صارت المجزرة واليوم أنت مصور صحفي؟ كيف اختلفت النظرة وأنت صحفي اليوم وأنت كنت طفل أيامها؟ يعني كنت تقريبا 18 سنة. يعني بجزء المجزرة واللي صار من تبعات المجزرة والضعف التغطية آنذاك للقصة الفلسطينية وتحديدا المجزرة كان حافز لي إني أشتغل في هذا المجال، وقدرت أطور نفسي وأوصل رسالتي من خلال شغلي في الوكالات الدولية. وصلت رسالة الشعب اللي بيعاني واللي تحت وطأة الاحتلال. بستذكر كل شيء، بستذكر التفاصيل كلها. ويعني أكثر شيء مخجل وأكثر شيء محزن في اللي صار إنه المجزرة ما انتهت. المجزرة لليوم، إحنا لليوم ندفع ثمن إن قتلنا أثناء الصلاة. اليوم الحرم مقسم، اليوم في القسم الأكبر للأسف صار تابع للإسرائيليين. البلد القديمة اللي هي عصب الخليل، آلاف المحلات مغلقة، شارع الشهداء اللي هو عصب مدينة الخليل مغلق. هذه كلها تبعات مجزرة، ولا زالت المجزرة مستمرة لليومنا هذا. مأمون وزوز، المصور الصحفي وأحد الناجين من مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، الحمد لله على سلامتك بعد 27 سنة، والحمد لله أنه اليوم معنا حدا ينقل الوقائع التي كانت تحدث في الحرم الإبراهيمي الذي يبعد عنا أمتار قليلة. شكرا لك. شكرا جزيلا. نستضيف الآن معكم مشاهدين الكرام السيد جمال أبو عرام وهو مدير أوقاف الخليل. صباح الخير. الله يسعد صباحك، صباح السادة المشاهدين جميعا. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرانا جميعا. يعني بالتأكيد اليوم ما بينتسى، واليوم بتضل ذكرياته ترجع لكل مواطن، لكل حدا بيحب الحرم الإبراهيمي أو حتى كان في يوم المجزرة. تقسيم الزماني والمكاني أستاذ جمال اللي بيحدث اليوم للحرم الإبراهيمي، ما الذي حدث بعد المجزرة؟ هل تغير وضع الحرم الإبراهيمي كثيرا؟ صف لنا الواقع. نعم، يعني اليوم هو 27 من ذكرى المجزرة، ولا زلنا في مجزرة. الاحتلال يتفنن في ارتكاب المجازر بحق الحرم الإبراهيمي الشريف، فمنذ تلك المجزرة التي ارتكبت من قبل مستوطن حاقد بحق المصلين السجد الركوع في الحرم الإبراهيمي الشريف مع فجر الجمعة، مع فجر الجمعة والذي كان في 15 من شهر رمضان في ذلك العام والذي مر عليها 27 عام، دليل واضح على أن الاحتلال يستهدف الحرم الإبراهيمي الشريف لتفريغ هذا المكان من المصلين فيه. فكانت أول جريمة ارتكبت بعد المجزرة بحق الحرم هو الإغلاق المتواصل لثمانية شهور بحق الحرم الإبراهيمي، والتي ترتب عليها تشكيل لجنة شمكار وهي لجنة إسرائيلية صهيونية احتلالية بحتة، فرضت التقسيم الواقع الذي حصل في الحرم الإبراهيمي الشريف والذي يجتزئ اليوم من الحرم ما يتجاوز 63% من أقسام الحرم الإبراهيمي من الساحات الخارجية ومن أيضا الساحات والباحات والأروقة الداخلية للحرم الإبراهيمي الشريف التي أصبحت اليوم هي في حكم المغتصب من قبل الاحتلال. الأذان يمنع في الحرم الإبراهيمي الشريف كل يوم لفرض المغرب، بما يعادل خلال العام ما يعادل 600 إلى 700 وقت يقوم الاحتلال بمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف. الاحتلال في كل عام يغلق الحرم 10 أيام متواصلة في أعياد بحجة الأعياد أمام المصلين المسلمين، وهذا هو اعتداء أيضا آخر على حقوق العباد وعلى الشريعة الإسلامية، خاصة أن هذا المكان هو مكان إسلامي ديني خالص. أيضا تتوالى الاعتداءات من قبل الاحتلال بتركيب البوابات الإلكترونية والشوكية على بوابات الحرم الإبراهيمي الشريف بحجج واهية من قبل الاحتلال. أيضا ما يقوم به الاحتلال من مخططات لمصادرة بعض الأراضي الواقعة في ساحة وباحة الحرم الإبراهيمي الشريف من أجل تركيب المصعد المزعوم لدى الاحتلال. كل هذه الأمور هي مجازر متعددة متتالية بحق
شق الحرم الإبراهيمي الشريف إلى أن وصلنا إليه بحجة جائحة كورونا، يقوم الاحتلال بإغلاق الحرم بين الفينة والأخرى. اليوم هناك تهديد بوقف أذان المغرب والعشاء، وغدا أيضا تهديد بوقف الأذان لجميع الأوقات ليوم غد الجمعة بحجة الأعياد. هذا اعتداء صارخ يقوم به الاحتلال بحق الحرم الإبراهيمي الشريف وحق كل مسلم يأتي إلى هذا المكان. يعني إذا كانت الصورة تسعفنا في هذه اللحظات، هناك جنود احتلال الإسرائيلي يعني يعتلون سطح هذا المنزل بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف، وقبل قليل منعنا كطاقم تلفزيون فلسطين أيضا من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي للتصوير ونقل الصورة من قلب الحدث، فاضطررنا إلى اعتلاء سطح تكية سيدنا إبراهيم. التنكيل بالمواطنين، قبل قليل أيضا شاهدنا بعض المواطنين يتحدثون عن أنهم منعوا من دخول الحرم، هذه الإجراءات اليومية، ويبدو أن هناك استنفار لأن ذكرى الحرم الإبراهيمي الشريف تعود علينا وأيضا على المجرمين الذين قاموا بها. كيف يعني تصف لنا حالة الحرم الإبراهيمي بجنوده الذين يحاولون إغلاق القبضة بالفعل على المواطنين هنا؟ نعم، لو عدنا إلى التاريخ قبل عام من هذا التاريخ، ونتكلم عن عام تقريبا وقبل بدء جائحة كورونا بشهر، كان الحرم الإبراهيمي في الفجر الجمعة يصل الأعداد إلى 20,000 مصلي في الحرم الإبراهيمي. حقيقة هذا الأمر لم يرق للاحتلال، والاحتلال اليوم يستغل جائحة كورونا بمنع المصلين وتحديد الأعداد من دخول الحرم الإبراهيمي. ليس هو أحرص منا كوزارة أوقاف وشؤون دينية على حياة المصلين وعلى صحة المصلين، وإنما هو يستغل هذه الجائحة لفرض واقع جديد للحرم الإبراهيمي الشريف. يستغل أيضا ذلك من أجل تحديد الأعداد التي يرتكبها الاحتلال، وهذا غير مفروغ منه لدينا في وزارة الأوقاف، أننا سنبقي الحرم مفتوحا أمام المصلين سواء في الجمعة أو الصلاة العادية. نحن باسم وزارة الأوقاف نستنكر كل الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال باسم دولة رئيس الوزراء وباسم فخامة الرئيس الذي دائما يبعث لنا بالتعليمات من خلال عطوفة وكيل الوزارة بالحفاظ والرباط في الحرم الإبراهيمي الشريف. شكرا جزيلا لك السيد جمال أبو عرام مدير أوقاف الخليل على كل هذه الإيضاحات، بالتأكيد سنكون بتغطية مستمرة هذا اليوم من خلال تقارير وغير ذلك لمجزرة الحرم الإبراهيمي والذكرى التي تعود اليوم على المسلمين أجمع في الخليل. إذن مشاهدينا الكرام، كنا معكم في هذه الفقرة الصباحية عن مجزرة الحرم الإبراهيمي وعن هذه الذكرى التي تعود بين الفينة والأخرى. اليوم ليس فقط ما نستذكر به الحرم، ولكن في كل يوم هو على البال وهو بصلابة صمود المواطنين. نعم. هنا يذكرنا دائما بأهمية الرباط في هذه المنطقة. عودة لك خميس وأيضا نورة، ويسعد صباحكم. شكرا جزيلا لك عرين العملة، كنت معنا من أقرب نقطة عملية مطلة على المسجد الإبراهيمي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. الواقع هناك مؤلم ومحزن والمجزرة مستمرة. كانت هذه آخر محطة عمليا من فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم. مشاهدينا